يتجدد المساء لكل الناس اللي بتابعونا في شاشة البلد. حضرة المساء فقرتنا الثانية لليوم، شكل الرياضة السودانية، كرة القدم السودانية ما بين التطور. بإذن الله بنتمنى بشكل كبير جدا إنه في يوم من الأيام ننافس العالم الخارجي في شكل كرة القدم السودانية، لكن عشان ننافس، عشان نقدر نطلع كرة قدم سودانية جيدة، لازم نبدأ بداية بالمدارس السنية، نشتغل عليها، نطلع لاعبين ممكن يكون جامدين جدا لأنه يمارسوا كرة القدم داخل وخارج السودان. أنا وأمونة دائما لما نجي في حتة بتاعت رياضة يكون في بعض من المعلومات الجميلة جدا بنهديها لكل الناس. نحن بنسعد جدا أن يكون معنا من داخل الاستوديو واحد من الكوتشات المتابعين بشكل كبير جدا للمدارس السنية، كوتش صالح. مرحبا بك، مساء الخير علي. مرحبا، مساء الخير، وإن شاء الله المساء يجدد. أنا سعيد كل السعادة بقناة البلد، القناة ذات الاسم الكبير في دور الرياضة والمجتمع الرياضي ومدارة النشاط يعني في كل مدن السودان، وشاكر لكم جدا، وأنا سعيد جدا يعني تواجدي معكم في هذه الحلقة. شكرا لكم المرة الثانية والمرة الثالثة، طبعا ده أول لي حلقة. يا يعني سلام، مرحبا بكم، وإن شاء الله نقدم لكم رشدة تستفيدوا منها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بك كوتش صالح. كوتش صالح، بداية نتعرف ونعرف المشاهد على المدارس السنية لكرة القدم. أول حاجة في البداية، ما هي المدارس السنية؟ المدارس السنية هي مجموعة من اللعيبة يعني الصغار في السن، بتكون من أعمار 8 سنة أو ما يقال يعني بكرة القدم الحديثة أندر 17 تحت 17 سنة. المدارس السنية بتعلم اللاعب إنه هو ما يكون أخلاقيا وتربويا ومجتمعيا صالح، لأنه كرة القدم يعني من أجل رفع الحالة المزاجية تحت اللاعب وتغرس في اللاعب الروح والجدية والعزيمة والإصرار. فالمدارس السنية يعني حاجة يعني very important، يعني حاجة مهمة شديد، لأنه هو تقدر تصقل للاعب الموهبة التي يمتلكها اللاعب، وبعد ذلك الطفل هو مجرد يعني يكون عنده مهارات أساسية المدرب هو اللي بيقدر ينمى له. جميل. طيب نجي للحتة بتاعت التنمية دي، المدرب لازم يصنع برنامج كامل بتاع تدريب لفئة عمرية معينة عشان يقدر يمارسوا رياضة كرة القدم بالشكل الصحيح. نعم. ورينا طريقة صناعة التدريب للمدارس السنية. أول حاجة الأطفال يعني من عمر 8 سنة لعمر 11 سنة بياخذوا طبعا دائما دي مرحلة التعلم. نعم. يعني دائما يعني اللاعب يعني بتترك له الكرة بيقدر يعني يتحرك بها، يعني يفرز بها مهاراته، وتبدأ تكون الوحدات التدريبية من خلال الممارسة اليومية. جميل. يمكن من خلال تواجده برضه مع أسرته مع زملانه، كيف تعلمه كيف إنه يقدر هو يحترم زميله، يحترم الأسرة، يحترم الوحدة التدريبية، يتعلم كرة القدم كيف بيصدق. دي الأشياء المهمة المفترض إحنا نعلمها للطفل. نعم. نغرس فيه الروح قبل التعليم، لأنه يعني دي حاجة مهمة طبعاً. كرة القدم لازم تغرس الروح في اللاعب، لأنه لما يكبر بيمر بالجوانب دي يكون أخذ من المدرب جوانب مهمة شديد. وهي المسألة بتاعت علم النفس الرياضي، علم مهم، لأنه الطفل أو اللاعب هو طفل يعني بمر بمشاكل، بمر بظروف والأشياء دي كله. إذا لم يجد يعني المد النفسي بطريقة يعني رسمية، أتأكد إنه يعني محصلة بالنسبة للمدارس السنية صفر. صحيح. عايز هو يكون قريب له، يعني يتعامل معه بنفس لغته، بنفس سنه وعمره، يدعمه. طبعا انا يعني اشتغلت في بعض الانديه، يعني اشتغلت في مدرسه سنيه، مدرسه الهلال سنيه على راس حمد استاد وكوتش كبير عوض نوبه. جميل. الحمد لله، وخرجنا لعيبه فيهم لعيبه يمكن يعني طلعوا فاتوا سجل في المريخ، يعني من ضمنهم الكابتن احمد موسى ان شاء الله، ومن ضمن كابتن والي الدين. بتمنى له التوفيق في المسيره الكرويه ان شاء الله باذن الله. فالدور يعني الاول انك كيف تقدر تعلم اللاعب ده الاخلاق. نعم. ده الموضوع اصلا مفترض يقام عليه المدارس السنيه. يا سلام. كوتش، صعوبه الاختيار خاصه في انه المدارس السنيه من عمر 8 لحد عمر 17 سنه، كيف بيتم تسجيل اللعيبه؟ أول حاجة، هل في شروط؟ نعم. نعم. يعني الحمد لله يعني الاتحاد العام دائما هو قريب من الاتحادات المحلية والاتحادات الولائية. نعم. بضع لوائح وبضع شروط، بضع
يعني كشوفات تسجل عبرها اللاعب، يعني اسمه السكن بتاعه، الفئة العمرية، اللاعب ده بينتمي الى فئة البراعم ام الناعشين ام الشباب. نعم. يعني بيكون في بوتقة، يعني الناس كلها يعني متواجدة في في في, في هذا العلم، يعني بتقدم روشتة للاعب، يعني بتوريه في جوانب يعني لازم يعني يكون ملم بها. جميل. الجوانب دي اول واحد الاستماره. طيب بس دقيقه، احنا نقف هنا في الجوانب دي، نيجي نترحب بشكل اكبر واوسع، بس خلينا كده كلنا مع بعض نطلع فاصل ونرجع من جديد. تسلمين. مرحب مجددا لكل الناس اللي بتشاهدنا في كل مكان، واكيد متواصلين مع كوتش صالح. كوتش صالح، قطعنا الحديث قبل الفاصل ولكن نواصل في كيفيه يتم تسجيل لعيبه المدارس السنيه. اولا يمكن لعيبه بتاعت المدارس السنيه بيسجلوا عبر كشف فيه بيانات اللاعب، يعني بالرقم الوطني الاصلي وشهاده الميلاد، ثم احضار او اثبات يعني من الصور الفوتوغرافيه ليتم معالجه الاستماره بتاعت اللاعب، ثم اللاعب حيبصم في الاستماره، وبعد ذاك الاستماره حتمشي يعني ترجع للرابطه. يمكن يعني في حاله تندرمان في روابط كثيره، يعني بعد او بعد ذلك يمشي يعني تمشي لرئيس الرابطه يختم عليها بختم الرابطه، وبعد ذلك يمكن تمشي المحليه بتاعت تندرمان بتطلع بطاقه للاعب ده، بيعرف انه اللاعب ده يعني مسجل في فريق مثلا النجوم او الزهور او فرقه كذلك. يعني دي الاستماره المهمه في حاله انه اللاعب ما سجل في الاستماره دي، يعني لن يتم يعني ربع كشوفاته الا بحضور الاثباتات الشخصيه كرقم وطني وشهاده الميلاد والاشياء دي. جميل. طيب يا كوتش صالح، نحن في مشكله كبيره قاعد نعاني منها. نعم. يعني نقولها بكل شفافيه، الان في كره القدم السودانيه بنفتخر للنظام الغذائي الصحيح. بالضبط. اغلب اللاعبين السودانيين ما بيتغذوا تغذيه صحيحه، اللي هي مفترض تكون داخل الانديه وداخل الفرق بشكل عام من متابعه من دكتور طبي، مفترض تكون موجوده بشكل مباشر. فهل انت بتوفر في المدارس السنيه نظام غذائي معين حتى وان كان داخل النادي او خارج النادي؟ والله بحقيقه الامر انا اول حاجه يعني سعيد يعني المره الثانيه والمره الثالثه، يمكن اداره فريق النجوم بالضبط يعني بكل مسمياتها بما فيهم راس او الاب الروحي يعني العام عوض والبعض الاداريين والاخ من المكتبه، يمكن الناس مكرسين جهودهم يعني كله من اجل توفير الماده الغذائيه للاعب، يعني قصه اهتمام انه اللاعب يعني يهتم به من ناحيه التغذيه بصراحه كده يعني ماف. يعني اللاعب هو بيجيك من البيت يمكن ماكل ما ماكل، عنده مشاكل نفسيه ما عنده مشاكل نفسيه، التغذيه بتكون داخل البيت، لكن احنا فريق النجوم عكس، يعني بنحاول نقرب المسافه للاعب. طيب. نقرب المسافه للاعب اكثر عشان ياخذ لا اقل حاجه في الاسبوع وجبه او وجبتين. فده الحاصل في كله، عشان كده كرتنا السودانيه يعني ما متقدمه من الجوانب دي. ليه؟ لان عدم وجود المدارس السنيه. وعدم الاتحادات، يعني سواء كان اتحاد محلي او الاتحاد العام، يعني ما مشرف على المساله دي بصوره مباشره. بانه اللاعب السوداني ده لو يعني تم وضع له اساس يعني وبيئه صالحه للعب هيتنشا يبقى لاعب يعني عالم. طيب حتى لو ما وفرتوا له الوجبه انتم، ممكن هو يعرف انه هو مفترض ياكل شنو قبل التمرين بعد التمرين ما الى ذلك. فعلا والله طبعا يعني دي جوانب مهمه، جانب بتاع التغذيه جانب مهم، لانه التغذيه هي يعني عنصر من عناصر اللياقه البدنيه. اكيد اكيد. يعني التغذيه ثم التدريبات ثم الراحه مثلث اللياقه. فاللاعب لو ما تغذى ما حيقدر يلعب ويقدر يؤدي اي اداء يعني طالب منه المدرب. فاحنا والله في الارشادات والتوعيه يعني معهم انهم لازم يتغذوا، لانه الغذاء مهم. نعم. لانه الغذاء هو السلم يعني بتاع اللياقه البدنيه. دون الغذاء يعني اللاعب لن يستطيع ان يحقق اي شيء. صح صح. كوتش، إداية السنتر فيها خط الاستواء، خط الدفاع، رمي التماس، وكنبة الاحتياطي، وفيها الحراسة. كيف بيتم تقسيم اللعيبة؟ أول حاجة اللعيبة هم يتقسموا يعني 11 لاعب. نعم. يعني المنظومة 22 لاعب، يعني ممكن تكون 11 لاعب بجاي و11 لاعب بجاي. اللعيبة تقسم حسب يعني خاناتهم، ولو قلنا نشرح الخطوط العرضيه الخطوط الافقيه في الملعب يمكن تدارها يعني مساحه كبيره. صح. ولكن بيتم تقسيم اللعيبه في يعني البدايه
في البدايه يعني الزول بيقول لك انا مثلا بجيد في الحته الفلانيه مثلا في الحراسه في خط الدفاع في كذا، ولا انتوا اللي بتوزعوا؟ والله دي طبعا حسب الموهبه. الموهبه اللي بتظهر في اللاعب، يعني في السودان هنا حاليا في مرحله التعلم بالذات. نعم يمكن تعرف المرحله دي من تدي اللعيبه الكوره، وبعد ذلك بتلقى اللاعب مال على جهه معينه من الملعب بدا يعني او شاطر في حته معينه. ايوه بالضبط، بدا يتحرك في الحته دي، فانت من خلال التجربه بتحاول تجرب اللاعب في 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 الخانه دي، او يمكن تستدعيه وتقول له انت ما هي الخانه اللي بتحبها انت. ايوه صح، بيقدر يقول لك انا والله بحريز، انا بلعب قلب، انا مثلا بلعب ظهير، انا كده. من خلال الاشياء ده تقدر تعكس له ولا الخطه او محتويات المباراه او ما يراد من المباراه دي. بعد ذلك هو المساله سهله جدا، لكن لازم تقعد مع هذا اللاعب، لانه في لعيبه حاليا يعني مثلا يقول لك انا بلعب ظهير، تقوم تلعب مهاجم، تلقاه يعني خارج من جو المباراه. ايوه ليه؟ لانه ده عامل نفسي. صح، والعامل النفسي بيبقى عامل مهم شديد. صح، على مستوى العالم. نعم، لانه ما في انسان ما بيمر بمشاكل، ما بيمر بظروف. نعم، انه ده لاعب كره قدم لازم 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 انت قدر الامكان تحتاط من انه هو يعني يقدر يقدم لك الشيء اللي عاوزه انت، ولازم تخليه يبدا في خانته. صحيح، في رغبته. بالضبط، يعني دي الرغبه ودي الهويه، جاي من اجلها. جميل. يا كوتش، برضو من المشاكل اللي احنا نجي نطرحها يعني من خلال وجودك الليله معانا في الاستوديو، انه نحن بنفتخر للانديه اللي فيها بنيه تحتيه صحيحه، وحتى اذا جينا تكلمنا عن نوادي كبيره يعني بمسميات الفرق الكبيره في السودان، بنفتخر لتوفير يعني اقرب احتياجات او اكبر احتياجات اللاعب السوداني من حيث الماكل والمشرب، من حيث توفير البيئه اللي هو مفترض يلعب بها. فهل النادي اللي انت تعمل عليهم من حيث تدريب المدارس السنية، لأنه هم عرضة لأقل المشاكل يعني لأنه لسه الجسم ما يتبنى بشكل كويس؟ صح. فهل بتقدروا تتابعوا الحاجة دي بشكل كويس، موفرين النادي مهيئين له تهيئة كاملة عشان هم يمارسوا الرياضة؟ والله الحمد لله، يعني بفضل ما توفر من الجهاز الفني والجهاز الإداري، إحنا في متابعتهم متابعة دقيقة حتى على مستوى التعليم. يعني بغض النظر عن إنه هم لعيبة كرة قدم معانا، وأنا والله باذل كل مجهود يعني من أجل الشباب ديل، أجل تطويرهم، أجل متابعتهم متابعة دقيقة، سواء كان من ناحية البيت، سواء كان من ناحية المدرسة. نعم. سواء كان من ناحية الشارع أو أول حي، يعني إحنا والله بازين جهد 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 مقدر الحمد لله. وكل من يعني سكن المنطقة بتاعت أول مدينة الصفوة بيعرف إنه فريق النجوم بالذات يعني فريق يعني اهتم باللاعب اهتمام كأنه هو نادي. نعم. فإحنا مهتمين به اهتمام، لأنه أنا بالذات يعني صراحة كده تركت مجال التعليم ده يعني لسبب واحد. نعم. انه انا والله حسيت انه في لعيبه مواهب يعني عاوزه تتطور، يعني الحمد لله وقفت على الجانب ده، والحمد لله يعني تابعته كثير وكثير، حتى خرجنا لعيبه الحمد لله من الفريق الانديه كالهلال وكالمريخ والرابطه كوستي والانديه المختلفه. جميل. فده شيء كبير شديد بيتحسب للصفوه عامه، يعني مالي انا. فالمتابعة في يعني بخطة واضحة، خطة صريحة أهم حاجة. طبعا لازم تذكر لنا يا كوتش صالح اللعيبة اللي أنتم خرجتوهم من المدارس السنية من عبر قناة البلد الفضاء. أول حاجة يعني الكابتن، يعني كابتن أحمد موسى محمد عبد الله. نعم. يعني ده الكابتن ده لما جه فريق النجوم، يعني بصراحة الكابتن ده صبور وأخلاقه عالية، وأنا بتمنى له من هذا المكان عن التقدم والازدهار. فات من مدرسة السنية بتاعت الهلال، انتقل للمنتخب، منتخب الناشئين. yeah. يعني بقيادة الكابتن يعني والخبير محمد موسى والمساعد محمد إبراهيم، أنا بشكرهم من هنا ده، لأنهم بصراحة اشتغلوا مع الكابتن أحمد موسى ده. ما ثم ذلك أو بعد ذلك فات يعني انتقل للمريخ، تم تسجيله بطريقة رسمية. الكابتن عبد الحليم إبراهيم حاليا من شط بيلعب مع يعني مدرب يعني كوتشي على الدين، خبير على الدين دار السلام بدا، واتمنى له برضه انه هو يلحق يعني احمد موسى في دير دفعه يمكن خرجت من المراحل السنيه. ثم بعد ذلك جونا يمكن لعيبه اضفنا لهم الكثير وكثير، منهم الكابتن محمد بريم حاليا بيلعب في الرابطه كوستي، حارس الرابطه كوستي، والكابتن الطاهر حامد بريمه يعني بيلعب في نادي كباشي، والكابتن عبد الله احمد الملقب بعبد الله بيض بيلعب في نادي التحرير. فده يعني اللعيبه الحمد لله خرجناهم
وحاليا في الساحه مطروح يعني لعيبه الحمد لله بعض الانديه اتصلت علينا، ان شاء الله يعني بتمنى لكل الشباب التوفيق باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق هم يكونوا حضور معنا في واحدة من الحلقات باذن الله. باذن الله تكلموا عن انجازاتهم يعني. شكرا لك يا كوتش صالح عمر الطاهر لوجودك معنا. شكرا لكم مره ثانيه، وانا سعيد كل السعاده بانه انا الليله يعني ضيف الحلقه، وان شاء الله نقدم لكم ثاني روشيتا في مقبل الايام. شكرا لكم. شكرا لك يا كوتش، يا دعاء كده لسه متواصلين، ولكن فاصل ونرجع لكم.